هنبتدي معاك من اخر محطه ليك تدريبيه وتجربه جديده وتحدي جديد مع نادي فيوتشر. نادي فيوتشر نادي لسه جديد في كره القدم المصريه، لما حب يبتدي صح ابتدى انه يعمل قطاع ناشئين صح، وهو ده الطريق الصح. استعان بالكابتن عادل مصطفى مدير قطاع الناشئين، واحد من الخبرات اللي برضه كان لعيب مميز، وايضا كابتن جمال السيد دلوقتي مختص بقطاع البراعم، هو من القطاعات المهمه جدا. ابتديتوا العمل فعلا في نادي فيوتشر؟ اه فعلا ابتدينا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني نادي فيوتشر طبعا لما عرض على الامر عن فريق الكابتن عادل مصطفى رئيس قطاع الناشئين، وكان في سبيل ان احنا نبني قطاع بدايته السنه دي نظهر بشكل كويس، واختلطنا الحمد لله. انا شايف ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. بدانا يوم 14/5 تحديدا، بدانا الاختبارات على مستوى الجمهوريه، واحنا عملنا حاجه يعني من الحاجات الكويسه قوي، مجلس اداره النادي والكابتن عادل. الاختبارات كانت مجانيه، كانت فيها صعوبه شديده جدا، لان المجانيه دي طبعا لا اعداد كبيره، اعداد كبيره رهيبه، اعداد رهيبه. المشكله ان اللي بيختبر عايز يختبر تاني، دي الكارثه. ان الثقافه بتاعتنا بالظبط يرجع يلف تاني ويدخل تاني. فقابلنا كانت معاناه كبيره جدا، وبعدين بنعملها مجانيه، وبعدين احنا اللي بنروح لهم المحافظات، يعني عارف مجانيه لو في نادينا او في المقر بتاعنا تبقى اسهل شويه، تبقى اسهل بكتير، ممكن تقدر تسيطر نسبيا يعني. ولكن طبعا خارج المحافظات دي كانت بتبقى بتواجهنا صعوبه كبيره جدا. الحمد لله اتغلبنا عليها واخترنا اختيارات، شايف ان هي اختيارات جيده الحمد لله. ويعني تم بناء قطاع بشكل جيد، واعتقد ان شاء الله يعني ان الفتره القادمه بدايه المسابقات او بدايه بطوله الجمهوريه في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله، نتمنى التوفيق يعني. وشايف ان احنا عملنا حاجه كويسه لنادينا، وحاجه هتفيد طبعا الفريق الاول نادي فيوتشر، واعتقد انها هتفيد برضه الكره المصريه بشكل كبير، لان احنا بدانا البراعم من البراعم لحد قطاع الناشئين لحد مواليد 2001 اللي تحت الفريق الاول.